وهو من ما اخترى البنك المركزي المهني او اجبره لاقتراح اغلاق المصارف المحليه وتقييد عمليات السحب المصرفيه. وذكر تسيبراس انه عاد ارسال طلب تمديد قصير الامد لعقد الاقتراض، لكنه ارسله الى زعماء 18 دول منطقه اليورو مطالبا بالغاء قرار وزراء منطقه اليورو. واكد ان ودائع المصرفيه ومعاشات المواطنين مضمونه، وعلى الجميع التحلي بالصبر والحكمه. اقترح مجلس الاستقرار المالي اليوناني على وزارة المالية اليونانية اغلاق المصارف الى حين اجراء الاستفتاء في الخامس من شهر يوليو تموز القادم، وايضا تحديد سقف للسحب من اجهزة المصرف الصرف الالكتروماتيكية ل 60 يورو يوميا. المستمعين، نستمر في قراءة نشرة الأخبار. وعزرا، أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأحد أن عودة اليونان إلى سلوك طريق الإصلاحات والنمو داخل منطقة اليورو هو أمر بالغ الأهمية بحسب ما نقل البيت الأبيض الأحد. وأوضح أوباما وميركل أن مستشاريهما يتابعون الأزمة المالية عن كثب. ذكرت محطة زي دي اف الألمانية أن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توس يقوم مبادرة في اتفاق قمة استثنائية لزعماء دول الاتحاد الأوروبي مساء يوم الأربعاء بتاريخ 1 تموز يوليو. صرح مسؤول الماني المستشار الالماني انجيلا ميركل دعت قاده الاحزاب السياسيه الرئيسيه في البلاد للاجتماع اليوم الاثنين مناقشه الازمه الماليه اليونانيه. دعا الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند اليوم لعقد اجتماع وزاري مصغر لبحث الازمه اليونانيه، واجرى الرئيس الفرنسي سلسله اتصالات الهاتفيه مع مدير صندوق النقد الدولي لاغارد ووزير ماليته ميشيل شوفان.